وبالحديث عن هذه المنظومة الألمانية الصنع التي من المتوقع أن تحدث فرقا كبيرا إلى جانب منظومات هيمارس والجافلين والستينجر وغيرها من الأسلحة الغربية، تعتبر منظومة IRIST واحدة من أحدث أنظمة الدفاع الجوي في العالم. طورتها شركة ديهل للصناعات الدفاعية وتمتلك صواريخ ذات مدى متوسط وقصير، يستطيع بواسطتها أن يستهدف الطائرات والمروحيات وصواريخ كروز والقاذفات والطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للرادار والقنابل. وتمتلك هذه الصواريخ مدى إطلاق يصل إلى 40 كيلومتر للنسخة المتوسطة من المنظومة الألمانية و25 كيلومتر كمدى للنسخة القصيرة من المنظومة الدفاعية. كما يمكن لهذه المنظومة التحليق لارتفاع يبلغ 20 كيلومتر، ويستطيع رادار المنظومة كشف الأهداف الجوية المختلفة حتى 250 كيلومتر، ويوفر حماية تصل ل 350 درجة. كما يوجد نسخة مخصصة للقتال الجوي ويمكن دمجها على الطائرات الحربية من طراز F-16.